الطالب اللي عاوز يمتحن في رمضان لازم يقلل الطعام على الافطار، هو مش رابش على الحاجه سخنه بس، وبعد نص ساعه ساعه بياخد حاجه صغيره، وبعد نص ساعه ساعه، يعني ممكن الطلبه في رمضان ياكلوا في المسافه من المغرب الساعه 7 لغايه السحور الساعه 3 ياكلوا 3 مرات او 4. هو لو كان بيركز وهو مفطر يبقى يكتفي بالسوائل السخنه عشان يركز. الذخيره اللي عنده ورصيد اللي عنده يسمح له انه يكمل رمضان، هو مش مطالب باكل كتير ولا حاجه. كل منا يحسب طاقته بنفسه. في بعض الطلبه بيذاكروا كويس جدا وهم صايمين، قدره خاصه، مليانين وعندهم دهن وبيقعد يركز. فاذا كنت من هؤلاء الذين يستطيعون التركيز اثناء الصيام فانت مش مضطر تسهر بالليل. اما اذا كنت من الطلبه اللي هم ما عندهمش مخزون خالص ورفيعين ومفيش طاقه خالص، يبقى من المستحب لهم ان هم يذاكروا في فتره الفطار من الساعة 7 لغاية الساعة 3، هيفضل مستمر مع 4 5 لغاية، لأن الطاقة ممكن تستمر بعد الأكل بساعتين 3. تمام؟ يبقى إذا هو يقدر يركز 10 ساعات بالليل، نقول مثلا من الساعة 7 لغاية الساعة 7 12 ساعة كمان، وممكن أوي يكمل لغاية ما يروح الامتحان. فالمهم إن أنت احفظ نفسك، ارحم قدراتك، أرجوك اعرف أنت إيه اللي بيسعدك عشان نكمل عليه. خلاص؟ يبقى مهم جدا جدا إنك تبرمج نفسك بالطريقه اللي تخليك تركز، بس اوعى تكسر من الطعام وانت تمتحن. ما ينفعش اكل كنافه وبسبوسه وحلويات ومكرونه بالبشاميل وتقعد تدك واحده عندك، انت عملت ربكه معويه مش هتعرف تركز. الدم كله هيتسحب على القولون، اللي هو كل ما كتر الاكل كل ما كان الدم المسحوب لزوم الهضم والامتصاص كتير، فلا يتبقى للمخ دم للتركيز. ممكن تبقى الوجبه شويه شوربه، حته حاجه صغيره، ما انا بقول لك ممكن ياكل مرتين ثلاثه. المغرب الساعه 5، خدت كوبايه خشاف وحاجه سخنه، صليت المغرب، كلت الساعه 7:30 نص اكله، الساعه 10 10:30 كلت نص اكله، الساعه 12 كلت نص اكله وربع اكله، الساعه 3 كلت، وهكذا. يعني انت مش مطالب ان انت تاكل اكله كبيره تقوم تربك الهضم والمعده وتسحب الدم كله. كلما زاد الطعام كلما زاد الغباء، كلما زاد الطعام اتسحب الدم من الدماغ. فعشان كده انا بقول لك ارحم نفسك، لو بتذاكر وبتمتحن ارحم نفسك وحاول تقلل الطعام وحاول تشرب مشروبات سخنه كتير.